يعني بعد تردد هذه الأخبار اليوم عن قضايا وشبهات الفساد في الداخل الأوكراني، هل ستتحدث الدول الغربية عن ضمانات في الفترة المقبلة قبل تقديم أي دعم إلى أوكرانيا، أم أن الدعم سيستمر في هذا الإطار، إطار الاستراتيجيات الغربية الموضوعة بالفعل والمستهدفة لروسيا؟ مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. بداية لابد من التوضيح أن النظام القائم في أوكرانيا الذي أتى تحت مسمى الديمقراطية بين المزدوجين هو أتى نتيجة تقدم حالي غربي باتجاه الحدود مع روسيا، وأنا أعتقد بشكل جازم أن المساعدات في هذه الحرب لم تتوقف رغم حالات الإقالات وحالات الفساد الكبيرة التي كشفت حتى الآن. أنا أعتقد أن هناك حالات فساد أكبر بكثير من التي كشفت حتى الآن، ولكن بما يخص الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا لن يتوقف، لأن الدعم الغربي لأوكرانيا ما له علاقة ب يعني عوامل الفساد وعوامل النظام الهش، وإنما له علاقة بمواجهة روسيا. هلأ من جهة تانية الغرب بده يحاول طبعا أن يعني يعطي الصورة الإيجابية أنه هو حيتخذ مواقف. من هذه المواقف اللي اتخذت على عجال الآن طلب الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك أكثر تدقيق بمستوى الفساد في أوكرانيا قبل أن يتم إعادة النظر بضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. هذه كانت الخطوة الأولى. ولكن بما يخص الدعم العسكري فأنا أعتقد بشكل جازم أنه لن يتوقف، لأن مسألة الدعم العسكري لأوكرانيا هي تتخطى كل حالات الفساد التي ستظهر لاحقا أيضا، لأن الهدف الغربي هو يعني كبح رماح روسيا وتطويقها وعزلها، وهي بحاجة إلى أوكرانيا رغم النظام الفاسد ورغم الفاسدين اللي ظهروا الآن، لأن الهدف هو أكبر من هالحالات اللي تظهر. ونحن بنعرف أنه حتى في الدول الغربية كلياتها تظهر من آن لآخر حالات فساد تشابه ما يعني ظهر في أوكرانيا، وفي كل الدول الغربية هناك حالات فساد فاضحة جدا تظهر، ولكن النظام القائم في أوكرانيا أريد أوتي به باسم الديمقراطية كي يحقق للغرب أهداف كبيرة، وخاصة من خلال حلف الناتو الذي تقوده أمريكا. أمريكا نفسها فيها حالات فساد لها أول وليس لها آخر. طيب سيد علي، أتوقف عند الفساد في أوكرانيا ودعم الغرب إليه، وأنت تتواجد في عاصمة من عواصم الدول الغربية تتحدث عن أن المساعدات لن تتوقف في الفترة المقبلة رغم حالات الفساد التي ظهرت اليوم والأمس. ماذا عن الأحزاب المعارضة في الدول الغربية وأيضا عن رأي الشارع؟ ألن يمثل ذلك أي فارق في الأمر؟ طبيعي أن يعني الشعوب في أوروبا الغربية التي تدفع يعني الثمن الباهظ في هذه الحرب في أوكرانيا التي بدأت تتحرك، وما ننسى أن الأسبوع الماضي كان في تظاهرات ضخمة وعملاقة في فرنسا كلياتها بسبب يعني سن التقاعد والضرائب والرواتب والى اخره، ولكن هذه يعني راس الهرم امام سلسله من المشاكل التي تعاني منها الشعوب في اوروبا. انا اعتقد انها هذه فرصه جيده ستتخذ منها كل القوى السياسيه المعارضه لدعم الغربي لأوكرانيا بشكل مطلق وبشكل عشوائي أن تضغط على الحكومات الأوروبية وخاصة في فرنسا وألمانيا وغيرها لإعادة النظر. الحل الأمثل الذي يطالب به الجميع من القوى السياسية في أوروبا الغربية الذين هم خارج السلطة بالطبع هو إيجاد تسوية سياسية وحل سياسي للمشكلة بين أوكرانيا وروسيا. وأنا بشكل شخصي أجزم من خلال علاقاتي أنه لن يكون هناك أي حل عسكري في أوكرانيا، ليس لصالح الناتو وليس لصالح روسيا. الحل الوحيد هو التفاوض السياسي السلمي لإيجاد مخرج يضمن أمن روسيا ويضمن مطالب
الغرب على الحدود مع روسيا.